وفرصة طالما أبو مشعل موجود معي، ذكره في تغريدة له في التويتر ورد علي بطريقة غير مباشرة. الله يخرب بيتك وانت ورانا ورانا في كل حتة. أنت ذكرت في حسابك في التويتر وكردا عليه وردت علي بطريقة غير مباشرة لا والله ما رديت عليك. عموما لا أنت ذكرت ثلاث حالات. لا شوف شوف بتركي ذكرت ثلاث مناسبات. أملك الشجاعة لو إن شاء الله بإذن الله ما في خوف، إن شاء الله ما في خوف. أنت ذكرت ثلاث حالات. إيه تفضل. زين و 1399 و 1405 و 1406 وقلت ان الهلال حسم الدوري 1405 بهدف يوسف جازع و1406 بهدف يوسف اثنيان. انا ودي انك تذكرني في الحالتين هذه بس. طيب انا بس ابغى بتتكلم عن الجانب هذا. شوف عبد العزيز في نقطه مهمه قضيه في قضيه الهلال والنصر، قوله ان الهلال والنصر انا لا يمكن انجر لهذه الساحه. انا كان ردي على حسم بطوله معينه. ليش؟ لانك انت لما تجي تقارن تبغى توضعني في مع النصر في ميزان واحد. انا ما قارن. اسمح لي. ما بيقمعش. انا ما ادري شو. طب خلينا نكمل فكرتي بس. لا يخرب عقلك انت مسخره. ذكر ان الهلال حسم الدوري امام النصر في ثلاث مواسم. طيب 1405 و 1406 مو بصحيح، كان الدوري محسوم. رد عليه رد عليه يا الدبي. بعد ما الهلال فاز على النصر المباراة الاخيره كانت بين الاتحاد والهلال الاول والثاني، بس الهلال حسمها امام النصر. انتهت المباراه 2-1. سجل اللاعب السويدي في الاتحاد السويدي محترف هدفين، سجل هدف الهلال نجيب الامام. سجل اللاعب السويدي في الاتحاد السويدي محترف هدفين، سجل هدف الهلال نجيب الامام. شلون؟ خلونا نستعرض اللقطه. مباراه اليوم النتيجه الرسميه لها لا تؤثر على كون الهلال هو بطل الدوري الممتاز. في سؤال، انت تقول تحصيل حاصل هذه المباراه. شوف شوف اللي 1405 انت ايش تقول؟ طيب انا بس خلني اوضح نقطه مهمه. لا 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 خلاص خليك ساكت، ما عندك سالفه. قال لك معي طيب هل عشان ما تلخبط؟ طيب حقه الفريق. لا ما لخبط. لخبط لا لا لخبط لا لا لا. السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها. لا ما لخبط. في فرق بين حسم وتتويج، في فرق. لازم اشخف فيك يعني.